السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بكم. فيديو جديد اللي نتمنى أنه يلقاكم في أحسن الأحوال، أنتم وعائلتكم ووليداتكم والناس اللي كتبغيو كاملين. الفيديو ديال اليوم عبارة عن قصة واقعية للأسف الشديد اللي وقعت مؤخرا في واحد دور من دواوير مدينة تونس، يعني في النواحي ديال مدينة تونس. قصة اللي أثرت فيا بزاف، اللي ضراتني في خاطري، لهذا قلت نبارطاجيها معكم باش ناخذ منها العبرة كاملين. القصة ديال اليوم بطلها العروسة والعجوزة. عندنا واحد السيدة كرهت عجوزتها لدرجة أنه ولات كتفكر تقتلها كل مرة. احنا ما نقلبوش على الأسباب علاش بغات تقتلها، لأن ما عندهاش الحق تقتلها، لأن إنسان ما يمكنلوش يقتل واحد أخر مهما دار له، لأن الروح عزيزة عند الله، وحتى إلا ظلمك الإنسان كتخليه من الله سبحانه وتعالى هو اللي سيأخذ لك حقك. المهم هاد السيدة هادي وصل بها الكره لعجوزتها والحقد على عجوزتها لدرجة أنها ولات كتفكر تقتلها، ولكن كانت كتخاف غتحبس غيشدوها البوليس غا بزاف ديال الأمور كانت كتبان قدامها. حتى جاتها الفرصة، حتى بين لها الشيطان ديالها الفرصة المناسبة وقتاش أنها تخلص مع عجوزتها بلا ما يعق حتى شي واحد. كيف ما كتعرفوا مؤخرا كلشي تيدير تلقيح على الوباء، وفاش كان يلاه بداو داك التلقيح كانوا كيديروه الناس الكبار، وكانوا معاهم اشاعات بزاف بان التلقيح تيضر الناس، بان عنده مضاعفات، بانه تيقتل الناس. كانوا الاشاعات، لان كان بنادم مازال ما عرفش شنو كاين والاشاعات كتنتقل. هاد الاشاعه هادي كبرات لها في راسها، يعني التلقيح غيبداو به الناس الكبار، على اوتوماتيكمون عجوزتها غدير التلقيح بكري، هي الاولى من الناس الاولى لانها كبيره في السن. التلقيح عنده مضاعفات وقتل الناس، وسمعنا راكم عارفين الاشاعات كتنتشر وكل واحد فين تيهضر. اذا هذه هي الفرصه، جاتها الفرصه المناسبه بالنسبه لها هي، وكيف ما بينها لا شيطانها. المهم مع ان غرض عيطوا لعجوزتها باش دير التلقيح، غتنتقل غتمشي من دوار لواحد المستوصف فين غدير التلقيح. بانت لها هي هذه الفرصه، قالت لها بلي غتمشي دي معك شي حاجه ما تاكلها، ما تمشيش انت بالجوع فطرتي، ولكن ربما تعطلوا ولا هذا، انا نصايب لك شي حاجه تديها تاكلها. ناضت بحداكتها صيبت لها البيض بمطيشه ولا مطيشه بالبيض بحال كدير لها فيها السم ديال الفيران، درت له في النص ديال الخبز وعطاتها لعجوزتها. هزات هي داك الميكا وداك الشويكه ومشات. راكم عارفين منين كيتلاقاو الناس في شي مستوصف، هذه مدور، ولكن الناس معروفين، يعني تيهضروا تيجمعوا تيجلسوا. من المصادفات ان هذاك النهار اللي العجوزه دايره فيه التلقيح تنسيبتها تمي العروسه عندها التلقيح. عجوزه وصلت بكري شدات النوبه بكري، شويه عاد جايه مي العروسه، انا ما شدات النوبه مازال معطله، كلشي تيهضروا عيالات بيناتهم. قالت لها والله الا راه جاني الجوع وانا جايه بلا فطور ومازال النوبه. قالت لها انت مازال نوبتك، انا دابا وانا درت التلقيح غنمشي للدار نتغدى، خلي لك هاد النص ديال الخبز راه بنتك صايباتو لي في الصباح باش نتغدى به، كوليه ما تدخليش للتلقيح وانت جيعانه، كوليه عاد دخلي لنوبتك. صافي خلاتو لها ودخلات، جات نوبتها دخلات دارت التلقيح. راكم عارفين المسطره على ما كتقيد على ما كدوز على ما كت. السيده يلاه بدات كتاكل في داك النص ديال الخبز، يلاه الضغمه الاولى الثانيه الثالثه كيشدها كوليك في مصارنه، بدات كتقطع. ما جات الاخرى فين تخرج، يعني فين تسالي داك التلقيح ديالها وتخرج، حتى لقاتها كتجبد. الحمد لله ان في داك المستوصف يعني كاينه امبيلونس، هزوها باش يديوها للسبيطار ديال مدينه تاونات. للاسف شديد ما وصلتش للسبيطار، ماتت في الطريق. اذا كيف ما كتشوفوا هنايا الغريب في الامر ان السيده بغات تقتل عجوزها صدقات قاتله امها. المهم جاوا البوليس جاوا الجندرم تيديروا لونكيت، شنو كلات مع من كانت شكون اللي كان معاها. راكم عارفين كانت جالسه مع فلانه راه عطاتها الخبز، راه هذا كيشدوا العجوزه كيديوها، داروا معاها لونكيت شدوا داك الناس كاملين اللي كانوا تما. كاين كلشي استخلص بان السيده راه تخدات الخبز، كلات فقط الخبز اللي عطاتها نسيبه ديالها. نسيبه قالت لهم انا الخبز ما عندي عين به، انا صيبته لي عروستي من الدار وجبته من الدار، انا اصلا هذاك راه كنت غناكله، ما كنتش عارفه كاع بان نسيبتي غتكون هنا باش نوجد لها، ولا يعني ما عنديش عين به. اذا ولات اصابع الاتهام تتشير للعروسه. جاب دوسة العروسة بقوا تيقروا فيها مبغاش تقر لهم، وفي الأخير عاد قررت بأنها بغت تقتل عجوزها، دارت لها السم في الخبز. ساعة للأسف الشديد صدقت قتل أمها. يعني شوفوا قمة الحقد والبغض والكراهية فين وصلتها.
سقطت لامها، سقطت ضيعه في شبابها، ضيعه في حياتها، سقطت مشرده ولادها ومخليهم وراها. قصه صراحه اللي اثرت فيا واللي دابا كما تنقولوا دايره بون حتى الناس كلشي سامع بها، قلت نبارطاجيها معكم العبره. الانسان مهما دار فيك واحد خور ظلم وظلمك وحقر عليك، توكل عليه الله، خليه منه الله هو اللي ياخذ لك حقك. لما ياخذ لما خداش في الدنيا تاخده في الاخره، لما خديتيش حقك في الدنيا تاخده في الاخره. ولكن جامي ما تفكروا تأدي وحدين اخرين، وخصوصا الموت، لان الروح عزيزه عند الله، خصوصا ان الانسان ما يفكرش يقتل واحد اخر، لان الله سبحانه وتعالى هو اللي عطانا هذا الروح، هو الوحيد اللي ياخذها منا. ما يمكنش تجي وتقتل واحد اخر مهما كانت الاسباب. اذا هذا هو ملخص القصه. الله يرحم السيدة اللي ماتت، والله يهدي هذه اللي بقات حية، والله يغفر ليها، والله يتولاها ويتولى ذاك الوليدات. نتمنى أنكم أن العبرة تكون وصلتكم، وأن القصة تكونوا فهمتوها، ونتلاقوا في قصة جديدة إن شاء الله الرحمن الرحيم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.